من جديد معكم طلال، وأنتم ستشاهدون حصاد الجامعة. أهلا بكم. الباحثة براء عبد الله أبو عساكر الخريجة من الجامعة الإسلامية تحصل على براءة اختراع لعلاج سرطان البنكرياس في إسبانيا. كلية العلوم الصحية تعقد محاضرة حول التعلم المدمج لأعضاء الهيئة التدريسية، والتي جاءت ضمن الخطة التطويرية لأعضاء الهيئة التدريسية بالكلية. عمادة شؤون الطلبة تعقد محاضرة حول مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والابتزاز الإلكتروني، وذلك لتوعية الطلبة عند استخدام تطبيقات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. عمادة المكتبة المركزية تفتتح معرضاً لأشهر الكتب الفلسطينية، والذي يستعرض أهم الكتب الحديثة المتعلقة بالشأن الفلسطيني وما وصل حديثاً من كتب قيمة. الإعلان عن الباحثين المتميزين في النشر الدولي لعام 2021 في الجامعة الإسلامية، الذين تقدموا بطلبات مكافأة النشر الدولي في دورتها الثانية. الجامعة الإسلامية تفوز كشريك بمشروع دولي ممول من مجلس بحوث الآداب والعلوم الإنسانية البريطاني، والذي يهدف إلى تضمين اللغة العربية كلغة لاجئ في التعليم الإسكتلندي لسن التكامل والدمج كعملية ثنائية الاتجاه. الجامعة الإسلامية تكرم الطالبتين الفائزتين بمسابقة التمكين الاقتصادي للطالبات الممول من وكالة التعاون الإنمائي الإيطالي، التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.